أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ لا، قلنا كم مرة وكررنا أنه ليس للعمرة طواف وداع واجب، لكن من أراد يطوف طواف وداع للعمرة فهذا حسن وزيادة خير، أما أنه يجب عليه طواف الوداع للعمرة لا، هذا إنما هو في الحج، طواف الوداع لا يجب إلا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج ولم يأمر به المعتمرين. نعم.